أصعب منظر شفته بحياتي، حفروا ودفنوها بس يترجون بس 5 دقايق يعني ندفنها، حتى دفنوها صلوا عليها وتركوها وطلعوا. سرعات هائلة، سرعات هائلة جدا، ولا كأنه في بشر معهم ولا كأنه في أي حد معهم. القاهرة، أحد الملاذات الآمنة للاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب الأهلية. يعيش في مصر نحو 130,000 لاجئ سوري مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقديرات حكومية مصرية تشير إلى أن عدد السوريين الإجمالي وصل إلى 550,000، منهم من وصل مصر بشكل شرعي، ومنهم من خاطر بحياته وخاض رحلة خطرة في الصحراء لدخول مصر عبر السودان بشكل غير شرعي. القاهرة فرضت قيوداً قبل سنوات على استخراج تأشيرات الدخول التي أصبحت تتطلب موافقات أمنية تستغرق شهوراً، فلم يتبقى أمام الراغبين في اللجوء إليها إلا دفع مبالغ مالية تقترب من 3,000 دولار للتأشيرات الواحدة. معظم هذه الأموال تذهب لجيوب السماسرة ومكاتب العمل. الحرة تتبعت مسار تهريب السوريين من السودان إلى مصر ووثقت شهادات لاجئين سوريين خاضوا هذه الرحلة الخطرة. السورية أم عمر وعائلتها كانوا ضمن هؤلاء. أنا لما قتل ابني الكبير هو مروح من المدرسة فحبيته، وصار ابني الثاني بسن الجيش، فهم شان ما ياخدوه يلا بين الهون وهون، فحبينا نطلع، فكان ما كان في سيولة يعني انه اطلع بتاشيره، لان كانوا عم ياخذوا 3,000 دولار على الواحد، فحكونا انه نطلع عن طريق السودان. الوصول الى المهربين ليس صعبا، بحث بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي اوصلنا الى مجموعه منهم. تواصلنا مع احدهم بزعم الحاجه الى تهريب بعض الاشخاص، فسرد لنا بعض تفاصيل عمليه التهريب. كم بيكلف الواحد؟ بيكلف 450 دولار عشان. كم بياخذوا وقت يقطعوا على الحدود؟ لانه 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 في ناس اجت في ناس اجت على الحدود قالوا 3 ايام و4 ايام. لا يا اخي ما في هذا الحكي، هذا الناس هنا خطا الظروف طريقه والظروف سياره غلطه ولا كذا. يعني وقت بتاخذ وقت من 18 ساعه لين 20 ساعه. خليك، هو كم واحد بده يطلع بالرحلة؟ يعني بدهم ينتظروا ببور سودان يومين 3 أيام ده يكتمل العدد؟ يعني كم واحد بيطلع بالرحلة الواحدة؟ لا العدد جاي شوي وكده، أبو هنا رحلات يومية كل يوم انت طالع من البور إن شاء الله، يعني ما بينتظروا بالبور ولا يوم واحد إلا ظروف طريقة. يعني هم أول ما وصل عندي بالبور كنا الطريق قبل الطلعة إن شاء الله الميلا، لكنه الطريق سالك ما في دوريات خلص الحدود ما في كذا وبنطلع على البور إن شاء الله. طيب كم واحد بيكون بالسيارة، 10 ولا 12؟ لا 10 أشخاص إن شاء الله. إيه بس أنت بتوصلهم لأسوان ولا الحلايب بس؟ لا لأسوان ما هتركب القطار، الظاهرة وصلهم على أسوان على القطار، بعدها يركب القطار من أسوان غير الظاهر إن شاء الله. لا بأسوان الظاهرة وصلهم على أسوان ما هتركب القطار إن شاء الله. الجزء الأول من الرحلة الشاقة يبدأ من الخرطوم التي يصل إليها السوريون غالباً عبر المطار. لأسباب مختلفة خاض الشاب السوري محمد مصطفى التجربة ذاتها. دخلت مصر بشكل نظامي من 8 سنين، ولما تجوزت تقريباً قرابة 4 سنين جبت مرتي من عن طريق السودان. يعني أنا طلعت من هون نظامي عن طريق المطار، رحت السودان لقيت مرتي كانت جاي من سوريا على السودان، وجيت أنا وياها من السودان على مصر. كان المفروض أن هي تيجي نظامي، بس بما أنه مصر كانت ما فيها تأشيرات فاضطريت أن أجيبها تهريب. بعد الخرطوم ينقل المهربون اللاجئين إلى بورت سودان المحطة الثانية في رحلة اللجوء. من الخرطوم لبورت سودان بعدين كنت فعلا كان موجود هنيك وأخذ باسبوراتنا أنا ومرتي، أخذ الباسبورات. طبعا أنا بس هنتظر يوم بعدين ما تكتمل الرحلة ويكتمل العدد. حطونا بسيارات
يعني مثل سيارات الغنم او هيك اللي بحطوا فيها المواشي. اول شيء حطوا الشنط واحنا طلعنا فوق الشنط، الشباب على الداير حط فيه اطفال جريهم على تحت، والنساء والاطفال الصغار كثير بالنص. باليوم ونص شفنا الويل والله العظيم، نقطعت فينا السياره بالطريق، تموت ألف موتي حتى توصل، انت ماسك قلبك بايدك، يعني فشيء صعب جدا جدا، سرعات هائله جدا، ولا كانه في بشر معهم ولا كانه في اي حد معهم. كانت ترتفع السياره لفوق وتنزل، كلنا نمسك ببعض، الاطفال تصيح صوات غريبه بالصحراء. اثناء رحله ام عمر وبسبب سرعه السياره سقطت فتاه سوريه على الارض وماتت على الفور. هي كان اصعب منظر شفته بحياتي، حفروا ودفنوها بس يترجون بس خمس دقائق يعني ندفنها، حتى دفنوها صلوا عليها وتركوها وطلعوا. كان معها جوزها ومعها طفلين صغار. من بورت سودان ياخذ المهربون اللاجئين الى حلايب على الحدود المصريه، ومن هناك يعبرون بهم بسياره اخرى حتى مدينه اسوان. من اسوان يستقل اللاجئون القطار الى القاهره. لما طلعت القطار تبع اسوان وجا ضابط الامن عندي وطلع بالباسبور، عرفنا انه انا جاي بطريقه غير نظاميه. قال لي الحمد لله على سلامتك ونورت مصر، انا هون شعرت بارتياح جميل جميل جدا. لما ركبنا لهناك وصلنا على القطار، يعني كانت يعني بالنسبه لنا كانه طالعين يعني مش عارف من موت. ام عمر ومحمد مصطفى كانا محظوظين بوصولهما الى القاهره. سوريون اخرون يلقى القبض عليهم بعد دخولهم مصر بشكل غير شرعي، ويتم احتجازهم في أقسام الشرطة لفترة قد تصل شهوراً بانتظار تقييم وضعهم، ويسمح لهم بالدخول أو يصدر قرار بترحيلهم. قرار الترحيل في حال صدوره لا يعني بالضرورة أن اللاجئ سيغادر مصر، فالمعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين تمنع مصر من الترحيل القسري لأي لاجئ، لذلك يظل اللاجئ محتجزاً في قسم الشرطة حتى يقرر الرحيل طواعية، ويكون عليه أيضاً أن يتكفل بتذاكر سفره. الحرة تحدثت مع السوري أبو عمار الذي لا يزال هو وأسرته محتجزون حتى الآن في قسم شرطة بمدينة أسوان بعدما ألقي القبض عليهم من أحد فنادق المدينة إثر دخول مصر بشكل غير شرعي. أنا معي زوجتي وطفلين على دار الزب أطفال زوجتي ولدت من كم يوم خاص. ما ترحلنا لأن الترحيل بيصير على حسابهم، يعني إحنا بنأمن التكت وبنأمن الفيزا، ونحن لا عنا فيزا ولا على أي بلد، يعني أنت صرت إجباري موجه على سوريا، ونحن على سوريا أكيد ما فينا نرجع يعني. وحاليا المولودة معكم بالحجز؟ المولودة معنا. السلام عليكم. أنا أملك بلد أكيد أنا كثير متضايقة، وهي القعدة أصلاً مو بإرادتنا، يعني نحن غصباً عنا قعدنا هون، نحن أجينا على مصر مشان نعيش، أكيد ما توقعنا إذا رح نشوف زعلتها، فأجينا مشان ندخل على القاهرة مشان نعيش حياة طبيعية يعني. إيه فما توقعنا قعدة تلك القعدة هي، أصلاً ما توقعت إن أنا أقول هون، أنا أكيد بناشد الرأي. أكيد يعني لأنه هو الوحيد اللي حيقدر يحل لنا المشكلة. بدي أقول نحن بأسرع وقت حابين نطلع. رحلة التهريب عبر السودان لا تقل خطورة عن مراكب الموت المتجهة إلى أوروبا. معظم اللاجئين السوريين الذين يختارون هذا الطريق لا يكونون على علم كامل بالمخاطر التي سيتعرضون لها خلال الرحلة. يتم خداعهم من قبل السماسرة السوريين المقيمين في مصر ومن المهربين في السودان. ترسم لهم صورة وردية عن رحلة آمنة، لكن بعد بدايتها يجدون أنفسهم أمام خطر عليهم قبوله. وإن نجوا من ذلك يعيشون بذكريات قاسية لا تمحوها السنوات، ذكريات تضاف إلى مأساتهم الأكبر، مأساة الحرب السورية.